تيجي ناخد فلوس. الروش من دوره يرمينا اي قيطان وقا اي قنا. مثلا ممكن يعني لو بيج كورة عجبتني اعمل لها فولو. ممكن اقول كده انا اكون مثلا لسه عاملة اكاونت جديد. عارفة ليها بوستات هاشتاج خلصانة مش هيك كلام كبار. لما يكون في فنان معين بحبه وعايز اسمع له فبتابع الصفحة بتاعته. على صفحات ضحك صفحات بلايين. اعمل ايه؟ لما يكون في التجمعات بتاعتنا النوبية. اعتقد ايه اللي عندك يخلي الناس تعمل لك فولو؟ ممكن مثلا لو بصور حلو. البيجات بتاعت الكوميكس دي بعمل لها فولو. ممكن بروفايل مثلا شدهم لحاجه او شافوا صوره معينه. مثلا بنزل بوستات ضحك. اهلي وعشيرتي وقرايبي وعلاقتي وحبيباتي كانوا في روسيا. ممكن مثلا امير قرر مثلا يعمل لي فولو. صافي نار. اصحابي كلهم واهلي كلهم طبعا. صافي نار. بعمل فولو لفيفا عبده 5 مرات. صفينا صفينا. من انا طبعا ابن النوبه محمد منير ده حبيبي. ماجده الرومي بحبها جدا. بحب مي عز الدين نانسي عجرم. ايه اللي عندك يخلي الناس تعمل لك فولو؟ كانت طائرة على بعد 200 كيلو مترا من البحر. كايجيل لايكا ماشكا. شو واثق بحاله شو قلبه قوي. وكان ربان الطائرة يبلغ برج المراقبة جلا جلا كمشكا أنهم على وشك السقوط. طب ثانية واحدة وجاي.